كسر قلبك كل شيء يا رب زعلك يا رب يسوع. نيجي عندك يا رب في كل شفافية يا رب، مش بس حكي مش بس كلمات، نقول لك يا رب نتوب عن كل شيء أحزن روحك، إذا عن قصد أو غير قصد، إذا مخططين له ولا بالغلط، أو أي شيء إحنا مش داركين ومدركين إنه عم نعمله يا رب. يا رب نسألك حتى تعطينا اجتماع يا رب ملان بالبركة. يا رب ندعيك، أهلا وسهلا فيك يا رب، تيجي عاجتماعنا يا رب، تمتعنا في حضورك، تعطينا نفهم النعمة اللي احنا فيها، انه إلنا قبول عندك، إلنا قبول في القدس، في قدس الأقداس، شرف عظيم يا رب انه نكون مجتمعين مع بعض حتى نمجد اسمك يا رب، جايين صوت واحد، كنيسة واحدة، نصرخ إليك اقبل الذبيحة اللي راح نقدمها في هذه الليلة يا رب، في كل تواضع يا رب جايين نقول لك اقبل، اقبل هذه الذبيحة حية مرضية أمامك، تخرج من قلوب منكسرة متضعة تائبة حاضرة حتى تسمع وتستقبل منك. أشكرك يا رب. بالنعمة لنا قبول، بالنعمة لنا الدخول، ليس بالقدرة أو بالعمل بل بدماء الحمال. أنت تدعونا لندخل إلى قدسك، لذلك نحن نؤمن بفضل نعمتك، بفضل نعمتك. إن أحصيت خطايانا فمن يقف؟ شكرا لك، قد غسلنا بدم ابنك. إن أحصيت خطايانا فمن يقف؟ شكرا لك، قد غسلنا بدم ابنك. بالنعمة لنا لنا الدخول، ليس بالقدرة أو بالعمل بل بدماء الحمال. أنت تدعونا لندخل إلى قدسك، لذلك نحن نؤمن بفضلنا لنعمتك. إن أحصيت خطايانا فمن يقف؟ شكرا لك، قد غسلنا بدم ابنك. تدعونا
بفضل هاي النعمة يا رب نحن نطلب مجدك. بفضل هاي النعمة يا رب تشيل عن عينينا قشور وتورجينا مجد الرب، مجد الرب اللي يظهر كسحاب وكعمود نار. يا ريت نوقف مع بعض نطلب مجد الرب، نقول له أنا بطلبك يا رب، بطلب مجدك. أنا بطلب مجدك، وريني مجدك، وإذا كان في عيني قشور شيلها بيدك. أنا بطلب مجدك، وريني مجدك، وإذا كان في عيني تحييني ونبعت مليان
ليك بقدم عمري، ليك بقدم عمري، بهدي ليك أيامي، وحدك مالك أمري، وإنت سر سلامي، ليك بقدم عمري، بهدي ليك أيامي، وحدك مالك أمري، وإنت انت غالي علي، غالي يا رب. أخونا إيهاب ترفعنا بكلمة صلاة. نشكرك لأنك عليك.
أمين. وتجول يا رب في وسطنا، تصنع آيات وتشفينا، وتكون أنت الملك. أغلبكو نوقف. يعني إذا ديجول في هالوسط ننطي العريس. أيوة بالضبط. وديجول يا رب في وسطنا، تصنع آيات وتشفينا، وتكون أنت الملك، ونغني ليك وبآيات. وجدت نعمة في عينيك، أرني مجدك. ممنوع حدا منا يطلع اليوم بدون ما يشوف مجد وجه الرب. صدقوني خسارة كبيرة، كل دقيقة بنضوعها في حياتنا.
احنا عم ندور على مجد الرب. صدقوني الرب موجود في شغلك، الرب موجود في حياتك، في بيتك، الرب موجود في كل صغيرة وكبيرة. خلينا بهذا الوقت اللي ضل عندنا نص ساعة ندور على وجه الرب. عم بنادي على كل واحد من الصبح وأنا عم بحضر لهذا الاجتماع، وهاي الكلمات تمي: إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك أرني مجدك. وأنا اليوم جاي أشوف مجد الرب. أسمعك تدعوني أصعد إلى هنا مع عرشي، أريد أن أتحدث معك فما إلى فمي وجها إلى وجه. أسمعك تدعوني اصعد إلى هنا أمام عرشي، أريد أن أتحدث معك فما إلى فمي وجها إلى وجهي. في عينيك أريني وجهك، أريني مجدك. إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك أريني وجهك، أريني مجدك. تدعوني حبيبك، تدعوني صديقك، وكل ما في قلبك تريد أن تدعوني. تدعوني حبيبك، تدعوني صديقك، وكل ما في قلبك تريد أن تؤمنني. لست بعد صرت ابنا واحدا معك، وارثا كل شيء. أنا لست بعد عبدا، بل صرت ابنا واحدا معك، وارثا كل شيء. تدعوني حبيبك، تدعوني صديقك، وكل ما في قلبك تريد أن تخبرني. تدعوني حبيبك، تدعوني صديقك، وكل ما في قلبك تريد أن تخبرني. أنت تعلن سرك لي، أنت تعلن قلبك لي. اعلن قول للرب، أنت تعلن، أنت تعلن سرك لي. ارفع صوتك للرب، قل له أنت تعلن قلبك لي. أنت تعلن قلبك لي، أنت تعلن، أنت تعلن قلبك لي. تدعوني
أعظم. لفت انتباهي لإشي كبير ولا مرة أنا انتبهت له. كانوا عم بيحكوا عن مجد الله على الجبل لما نادى على موسى وقال له اصعد إلى هنا. كلنا قرينا إنه مجد الرب ظهر، بس في مقطع صغير اللي أول مرة منبه له، اللي لما سحابة الرب غطت الجبل صار فيه صوت، أصوات بروق ورعود، مجد الرب كان ظاهر. الوحيد اللي فات على هذا المجد هو موسى، وأخذ معه يشوع. وباقي هذا الإشي كتير ضايقني، باقي الشعب تفرج، شاف مجد الرب، سمع بوم 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 بوم، بس ما فتش، ضل واقف برا، أكل شرب وخلينا خلص شبعت. والسؤال سألته لحالي، أكم من مرة وأكم من اجتماع اللي أنا ما كنتش قايد فيه سمحت لحالي إنه أتفرج على حضور ومجد الله من بعيد وما أفوتش عليه، ما أدخلش على سحابة مجده عشان أشياء صغيرة كانت هموم، أفكار، أي إشي صغير اللي شتت ذهني بإنه أتمتع في مجد سحابة حضور الله. بعد معنا فرصة نخش على قولة المصريين على سحابة مجده. أرني مجدك إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك، أرني مجدك، قلت وجهي يسير فأريحك. هاي مفسفسين بريحنا شغل مصاري ترباعي في الصعوبات، وجهه يسير فأريحك. قلت أنادي باسم الرب أمامك، أطلب ملكوت الله والباقي حفظنا. أمين. أرني مجدك، أرني مجدك، إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك. إن كنت قد وجدت نعم في عينيك، أرني مجدا، أرني مجدا، إن كنت قد وجدت نعم في عينيك، أرني مجدا، أرني مجدا. قلت وجهي، قلت وجهي يسير فأريحك، قلت أنادي باسم الرب أمامك، قلت وجهي يسير فأريحك، قلت أنادي باسم الرب أمامك. إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك، أرني مجدا، أرني مجدا. إن كنت قد وجدت
شفتايا تهتف لك كنسمة تلفني يا رب أسجد أمام عرشك أرفع تسبيحا لاسمك مع بعض ونعلن حضور الرب وإحنا واقفين نحن نعلن تحرير نحن نعلن
وعي جديد في حياة كل واحد فينا. يا رب جدد، جدد الركب المخلعة يا رب، شد الظهور المنحني يا رب، ارسل مي جديد يا رب في حياة كل واحد فينا. يا ريت مع بعض نقول أنا متاح ليك، افعل بي كل ما يحلو في عينيك. كلمة كتير صعبة، تحدي. ربي ارسل مية جديدة في حياتي فيضان. ربي ارسل مية جديدة في حياتي فيضان. ربي ارسل، ربي ارسل، ربي جديدة في حياتي فيضان. ربي ارسل، ربي ارسل مية جديدة في حياتي فيضان. ارفع صوتك وقول له أنا متاح ليك، أنا نحن متاحين ليك يا رب. افتح قوى السماوات لسكيب من عندك كما في السماء كذلك على الأرض. أغمرنا، أغمرنا، أغمرنا. أيضا يا رب منصلي يا رب بركة على التقدم حتى تبارك يا رب كل ما نضعه أمامك يا رب، حتى تباركه وتبارك يا رب الإيدين اللي تعطي يا رب، حتى يمتد ملكوتك تكبر خدمة يا رب واسمك يعلن وجه الأرض. افتح والسماوات، افتح قوى السماوات
افتح قوة السماوات أمورنا 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 افتح قوة السماوات أمورنا أمورنا افتح السماء تأتي السماء على الأرض ويأتي ملكوتك ملكوتك على الأرض تأتي السماء تأتي السماء على الأرض ويأتي ملكوتك ملكوتك على الأرض تشق السماء تشق السماوات وتنزل تشق السماوات وتنزل تشق السماوات تشق السماوات وتنزل تشق السماوات وتنزل تشق السماوات وتنزل تشق السماوات لتأتي السماء لتأتي السماء تأتي السماء على الأرض وليأتي ملكوتك ملكوتك على الأرض ولتأتي السماء تأتي السماء على الأرض وليأتي ملكوتك ملكوتك على الأرض تشق السماء حضورك في الوسط واضح نعترف في حضورك واثقين يا رب انك تمشي بيناتنا تمشي بين الصفوف بحكي عن حالي انا متاكد ان الرب موجود وعارف ان الرب موجود ترنيم الجاي بتقول يهوى رفع إلهيم شداي يرأى أدوناي يعلن نفسه ترنيم جديدة كلماتها الأدي بسيطة والأدي بتعلن عن وجود الله في الوسط برجع بذكركم في المنظر اللي كان فيه موسى سحابة مجد الله أجل وقت فوت عليها يا هوى يملأ المال
مجدك يملأ المكان، شيء عظيم يحدث الآن، الروح يتحرك بحرية، أشعر أن مجدك يملأ المكان، شيء عظيم يحدث الآن، الروح يتحرك بحرية. خلينا نوقف مع بعض نقول له يهوى رفع، يهوى يا رب بروحك، يا رب اعلن بروحك يا رب. اشكرك من اجل الحضور الغير عادي يا رب، اشكرك من اجل وجودك بين الصفوف يا رب، اشكرك من اجل يا رب السلال اللي عبيتها، اشكرك يا رب من اجل الجيوب الفاضي اللي مليتها، من اجل يا رب النقص اللي مليته يا رب، اشكرك يا رب من اجل هذا الحضور، اشكرك يا رب لانك انت اله حي، اشكرك يا رب، ممنونين لإلك يا رب من أجل هذا الوقت الغالي على قلبنا يا رب، أشكرك يا رب من أجل محبتك لإلنا، من أجل حضورك، هذا تأكيد إنك أنت صالح وإلى الأبد رحمتك، تأكيد إنك أنت الأول والآخر، أنت الكل بالكل، أشكرك يا رب، أشكرك يا رب. يا رب أيضا أضع وتكلم بين إيديك يا رب،
حتى تباركنا في كلمتك يا رب. شاركنا كلمة من قلبك يا رب، وأعطنا أذان مفتوحة وأذهان صافية. اسمك صلي. من رنمها كمان مرة، إذا ممكن وقف رنمها كمان مرة. في كمان جرعة من الروح القدس بدي يسكبها علينا هذه اللحظات، لأنه هذه أسماء الله. اللي مش فاهم، يهوى رافا، الرافا إلهيم، هي أسماء الله. شداي الإله القدير القادر على كل شيء، رافا يعني الشافي، هو الشافي، هو عرف نفسه بهذه الأسماء. يرأى أدوناي السيد، هو الذي يرى، يعلن نفسه، فهو بيعلن نفسه لإلك ولإلك، لكل واحد فينا. استقبل إعلان من الرب، استقبل إعلان من الرب في هذه اللحظات، استقبل لمسات من الروح القدس. الرب يصنع اختراقات روحية في حياتك تفرق معك بلحظة. لمسة من الرب بتغير كل الأجواء، لمسة من الرب بتغير كل الأجواء، لمسة من الرب بتغير حياتك، تعمل الرب يعمل إعلان جديد، وكأنه في استرداد، في استرداد لأمور فقدت، في استرداد لأمور ضاعت، في استرداد لأمور سلبها العدو. لكن في هذه اللحظات في إعلان، إعلان من الروح القدس، في افتقاد من الروح القدس، في اختراقات روحية من الروح القدس، في لمسات من الروح القدس. الرب يجي فيها ويسكب من حضوره، يجي فيها ويتعامل بالروح القدس في هذا المساء. يا رب أنا بعلن في هذا المساء اختراقات روحية في الأجواء السماوية، لكل من حاضر في هذا المكان، لكل من هو موجود في القاعة الآن، لكل من يتابعنا عبر المواقع، في اسم الرب يسوع بروحك تنفخ، بروحك تحيي، بروحك يا رب تعود. ويا رب يسوع، يا رب ترسل روحك فتخلق، ترسل روحك فتشفي، ترسل روحك يا رب فتغير، ترسل روحك يا رب يسوع، ويا رب يسوع تسترد ما سلب العدو. يا رب يسوع ترتي يا رب أيام وأزمنة رد المسلوب، أزمنة افتقاد، أزمنة انتعاش، أزمنة إحياء وافتقادات إلهية في اسم الرب يسوع. يا رب صلي في هذه الليل يا رب مزيد من روحك، مزيد من سكيب روحك، مزيد من حضورك في هذا المساء يا رب الآن. يا رب أمواج من الروح القدس، يا رب انسكابات من الروح القدس، يا رب مل بالروح القدس على شعبك يا رب يسوع. أعطي بحسب الاحتياج، أعطي بحسب يا رب غناك في المجد، أعطي بحسب يا رب ما أنت تراه مناسب. يا روح الله نعلن أنك أنت الملك، أنت القائم في الوسط، أنت الحاضر في هذا المكان. بروحك تجتاح، بروحك تغير، بروحك يا رب تصنع، بروحك يا رب تفك، بروحك يا رب تحرر، بروحك يا رب يسوع تسترد، تشدد الأيادي المسترخية والركب المخلعة في اسم الرب يسوع. تشفي أعماق القلوب يا رب يسوع، تضمد الجراح، تمسح الدموع، تغير يا رب يسوع، تشكل أنت يهوى. يا رب أنت حاضر في وسطنا الآن، إحنا نطلبك. أطلب الرب، أطلب الرب، أطلب الرب في هذه الليلة. يقول يا رب تعال من جديد، وإحنا نرنم هاي الترنيمة مرة تانية، تعال يا رب من جديد، اصنع شيء جديد يا رب في وسطنا في اسم الرب يسوع، في اسم الرب يسوع. أشعر أن مجدك يملأ المكان، شيء عظيم يحدث تحرك بحرية، أشعر أن مجدك يملأ المكان، شيء عظيم يحدث بحرية. يهوى رافا،
أعبده فهو هنا الآن. أعبده فهو هنا الآن. أدعوه فهو هنا الآن. أطلبه فهو هنا الآن. أعبده فهو هنا الآن. أدعوه فهو هنا الآن. أطلبه فهو هنا الآن. أعبده فهو هنا الآن. أدعوه فهو هنا الآن. أطلبه فهو هنا الآن. أعبده الأجواء الروحية. بيبدأ الرب يفتح عينينا، بيفتح العينين، ترى افتح، بيفتح العينين، بيفتح العينين، تصير تشوف في العالم الروحي، العالم الروحي والعالم المادي قد قريب مع بعض. أنا بس بدي أعطي لسونا تشارك ولو إشي بسيط. رب فتح عينيها، وأنا عارف إنه في آخرين الرب دائما بشوفه، بس أنا حابب نتشجع إنه الرب بدأ يعمل في هذه الأجواء. بيبدأ الرب يعمل. تعالي سونا. ربنا موجود وكان موجود معنا الليلة، لأنه إحنا نرنم شفت إنه صار في زي أشياء تركض حوالى فرقة الترنيم وصارت ترفعهن لفوق، وهن يرنموا صارت يعني ترفعهن وهن مبسوطين، وفت الروح زي بناتنا وصار يرفعنا كلنا. فجأة انفتح إشي من السماء ونزل زي إشي نطلع عليه، طلعنا لفوق كلنا، حتى المرنمين طلعوا وصرنا احنا نرنم فوق. فربنا نزل ملائكة اللي هن يكملوا الترنيمة بدل المرنمين ويعزفوا لنا. امين. هللويا. رب بارك. تبدا السماء تتواصل مع الارض، بصير في مغناطيس روحية بين السماء والارض. احنا العالم الروحي هو حقيقي اكثر من العالم المادي، فخلينا نبدا هيك نشوف الرب بدا يفاجئك. قبل ما انت بتعطي مجال لروح الله، روح الله بيعمل أكثر في حياتك، وبيبدأ الرب يتعامل، والرب بيتعامل مع الأعماق. أمين. 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 مجدا للرب، مبارك اسم يسوع.